76 بطلا صنعوا معجزة حرب اكتوبر، في مقدمتهم الرئيس الراحل أنور السادات وقادة الأفرع الرئيسية والجيوش. هؤلاء العظماء لا تزال سجلاتهم تنضح بالكثير من البطولات وأسرار الحرب. أحد هؤلاء العظماء المشير أحمد إسماعيل، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الحربية في حرب اكتوبر 73. رسم المشير أحمد إسماعيل خطة تدريب للقوات المسلحة في الحرب التي جعلته ضمن 50 شخصية عسكرية عالمية أضافت تكتيكا جديدا للحروب. الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب اكتوبر، العقل المدبر لسحق خط بارليف. اهتم الفريق الشاذلي برفع معنويات الجنود وأدخل تعديلات على الخطة 200 والخطة جرانيت الخاصتين بمواجهة العدو الإسرائيلي، فغير استراتيجية الحرب من الدفاع والمواجهة المباشرة إلى تدمير الخطوط الدفاعية للعدو. اللواء مصطفى منصور قائد موقعة حصار باب المندب، والتي توصف بأنها أكبر عملية بحرية عسكرية شلت حركة الملاحة البحرية لإسرائيل خلال الحرب. قادة الحرب وعظماؤها لا يتسع الوقت لسرد بطولاتهم، لكن تبقى حرب اكتوبر المجيدة علامة فارقة في تاريخ الحروب العسكرية ورمزا لبطولات عسكرية وشعبية لن تتكرر في تاريخ الدول. محمد شلامي، التلفزيون المصري.